العظيم خليها لربك والله لا أفدع والله لو الموت الواحد يفدع والله يفدع. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فمن يجيب ليت الضمائر تستجيب، تلك التي تركت هذه الأمة وأبنائها في عذابات الخيام. على واجب لنا نفطات، هاي الكهرباء جاي تطفي عندنا، يعني ماكو لا نفط تجيبوا لنا لا شيء. على نزلت رحمة الله بثلوج وأمطار، لكن بعضا من أصحاب القرار حولوا حياة النازحين إلى جحيم، فكانت نقبة بأيديهم على آلاف العراقيين ليصبح موتهم مثل الزحام. رسائل تبثها شاشات الهواتف وكاميراتها فتهز العراق قهرا من هول الفاجعة. يعني توبار، يعني والله يعني اليوم فيرز ما قدرنا نشعل لا صوبة لا عندنا، يعني كهرباء مقطوعة وغذائية ما عندنا. أما ومن هم على قيد الحياة فقد يصبح الأطفال منهم أصواتا تهز عروش مسؤولين ناموا أمام موقد من نار وتركوا أهل العراق في الخيام. وفي موجة جديدة من البرد لم تتوقف مأساة المعذبين هنا، لتكون أمنيتهم في الثلج هي الموت. فيموت طفلان من البرد وتقسو عاصفة الثلج وتضرب مصير الحياة هنا في خيام النزوح والفقر والجوع. يناشد المحاصرون بخطر الموت من البرد والغرق، يناشدون العالم أجمع قبل أن يموت طفل جديد كان يحلم بوطن.